السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، درسنا النهاردة إن شاء الله هيكون الدرس الثاني في اليونت الرابع، في يونت 4 الوحدة الرابعة. أوكي، يا ريت قبل ما أبدأ الشرح ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أوكي، نبدأ الكلمات مع بعض. write an email write an email tap on the icon tap on the icon يعني أضغط على الأيقونة، يعني tap on the icon. 3D printer 3D printer طبعا عارفين ال 3D اللي هي بتبقى 3 أصلا 3 direction، اسمعي يعني من 3 جوانب، دي اختصار ل 3 يعني جوانب 3 directions. look at a website look at a website make a video call make a video call وخلي بالنا ان هي بيجي معاها ايه make a video call. send a photo send a photo click on the icon يبقى احنا عندنا tap يعني يضغط و click on the icon يعني ينقر على الايه الايقونه. send a text message send a text message take a selfie مهمه جدا take a selfie يلتقط صوره اي شخصيه. بعد كده granddad granddad guess guess information information design design chess piece chess piece okay design an icon design an icon make chess pieces do homework do homework do computer studies do computer studies at the moment on a mobile phone خلي بالنا من حروف الجر بقول ايه at the moment on a mobile phone look for يعني look for يعني ابحث عن online offline لما تكون موجود على الانترنت يبقى انت اونلاين، طب غير متصل بالانترنت يبقى ايه اوفلاين. اوكي نخلي بالها ان هي دبل ايه دبل اف. بعد كده تصريف الافعال قلنا ده مضارع وده ماضي اوكي وده برضو بيجي في الايه في ازمنه التام. send sent sent send sent sent mean meant meant mean meant meant write wrote written write wrote written. بعد كده كلمات عندنا متشابهة، عندنا tape يعني tape ينقر على tape يعني شريط write طبعا الشريط اللي هو اللزق اوكي اسمه ايه tape write يكتب، انما كلمة write نفس النطق بس طبعا كتابة مختلفة معناها يمين write write message message دي اسمها message يعني رسالة، انما message يعني مساج اللي هو طبعا ايه كلنا عارفينه اللي هو المساج. printer printer painter painter طبعا هنا painter اللي هو الايه الرسام جاي من كلمة paint يعني يلون، انما print printer جاي من print اللي هي ايه يطبع. بعد كده عندنا ملاحظات مهمة اول ايه الفكرة دي مهمة جدا it's واجيب الصفة وبعدين اقول to يعني من المهم ان it's important to طب من السهل ان it's easy to من الصعب ان it's difficult to okay it's hard to يعني من الصعب ان it's مثلا اي صفة okay it's necessary to من المهم ان it's صفة to دي معناه انه لمن كذا مثلا it's easy to use the laptop انه لمن المهم ان تستخدم الايه اللابتوب. طب one of معناه ايه واحد من دي بيجي بعدها اسم جمع اوكي بس الفعل بيكون مفرد لان انا بقول هو واحد من يعني بتكلم على ايه حاجه واحده معنى كده الانفعل هيعمل على ان الفعل ايه مفرد يعني اقول one of my friends واحد من اصدقائي يعني هنا بقول ايه اصدقائي ولا بقول واحد من اصدقائي يبقى بتكلم عن شخص ايه شخص واحد طالما بتكلم عن شخص واحد لما اجي اعمل الفعل ما اقولش one of my friends like هنا مش بتكلم عن الاصدقاء فبشيل الاس مع المضارع البسيط لا هنا بتكلم عن احد اصدقائي
بيحب، يبقى بحط اس في الايه في الفعل، لان الفاعل مفرد. likes a computer studies، بيحب دراسة الايه الكمبيوتر. هنا بيقول ايه بقى؟ read the text message conversation، اقرا المحادثة اللي موجودة عندنا في المسج دي. what is in this photo، ايه اللي موجود في الصورة دي. hi، طبعا دي محادثة ما بين ايه، ما بين الشخصين دول. طبعا ده شكل، ده ايه حفيده وده جده. hi granddad، اهلا يا جدي. it's Adam، what are you doing، انا آدم. what are you doing يعني انت بتعمل ايه. قال له ايه I am، يبقى لما تحب تسأل حد انت بتعمل ايه يبقى what are you doing، what are you ايه doing. قال له I am playing chess online، انا بلعب شطرنج على الانترنت. I am winning at the moment، لحد الان انا اللي ايه، انا الفائز. على فكرة هنا بستخدم مضارع مستمر لانه بيسأله انت بتعمل ايه دلوقتي، فبيستخدم am والفعل في ing مع الايه مع الاي. اوكي، بيقول له انا بلعب شطرنج الان وانا الفائز. بيسأله سؤال are you using your new laptop، هل انت بتستخدم اللابتوب الجديد بتاعك. قال له yes it's quite easy to use، انه لحد ما، كويس هنا معناها لحد ما سهل ان انت تستخدمه. what are you doing يعني انت بتعمل ايه. قال له I'm doing my computer. what are you doing انت بتعمل ايه. قال له I am doing my computer studies homework، انا بعمل، طبعا مضارع مستمر لانه هو بيعمل الواجب ده الان، بعمل واجبي بتاع الايه الحاسب، درس الحاسب. I am looking at websites for information about 3D printers، انا طبعا كله مضارع مستمر، تلاحظ I'm looking I'm doing، انا ببحث، بيبحث عن ايه، بيبحث في مواقع عن معلومات عن طابعة ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D player. قال له what are your mom and Alia doing، ماما وعليا بيعملوا ايه. قال له they are taking selfies، هما بياخدوا ايه، بيلتقطوا صور ايه شخصية. يبقى they're هنا برضو مضارع مستمر، they're taking selfies يعني هما بيلتقطوا ايه صور سيلفي، طبعا are والفعل في ing. I'm sending you one of their photos now، انا هرسل لك، هبعت لك واحدة من الصور دي الايه الان. طبعا هنا الايه الام وبنتها. oh yes that's a great photo، that's a great photo لما تحب تعبر لحد ان حاجة دي مثلا عجباك تقول that's a great thing، that's a great photo، بغض النظر ايه الحاجة اللي عجباك، that's a great photo. بعد كده هناخد اسئلة على الدرس. we can a video call to your cousins in England، ممكن اعمل ايه مكالمة فيديو لأولاد عمك في انجلترا، يبقى نعمل مكالمة يعني make a video call. I'd like to a selfie in front of the river، انا عايز اخد التقط سيلفي في امام الايه امام النهر، يبقى يلتقط سيلفي يعني take a selfie. can you a me a text message when you arrive، يبقى can you a ممكن تبعت لي رسالة نصية لما تصل، يبقى can you a send. at the website and find some information، okay. هنا هتبقى انظر في الموقع واجد المعلومات، يبقى look at. where can I look information about 3D printers، اين يمكننا ان انظر، لا هي هنا مش انظر، المعلومات عن طابعات ثلاثية الابعاد، يبقى ابحث يعني ايه look a look for، okay look for على بعضها معناها يبحث عن. a plug is a diary، البلاج اللي هو اللي يعني بتكون موجودة على الانترنت تكتب فيها معلومات، يبقى الايه يبقى اونلاين دايري، مذكرة يعني مفكرة. we a the email then send it to the other people، to other people احنا بنعمل ايه الايميل بعد كده بنبعته لناس تانيين، يبقى احنا ايه yes بنكتب الايميل، يبقى write the email. we can a on an icon on a mobile phone، احنا ممكن ايه على الايكون اللي موجودة على الفون، تبقى we can a type.
ادم السندين بعد كده ان انا اصحح الخطأ. ادم السندين مسج تو هيز فريندز. المفروض ادم بيرسل ايه؟ رسائل نصية لاصدقائه. يبقى ايه رسائل نصية؟ يعني ايه مسجز. وي حاجة on icons on the computer to open them. احنا بنضغط على الايقونات اللي موجودة على الكمبيوتر عشان نفتحهم. يبقى ايه نضغط على يعني click on. طبعا ناخد بالنا ان click بتيجي مع الكمبيوتر وتاب بتيجي مع الايه الهواتف والتابلتس. I can write an email mobile phone. انا يمكنني ان اكتب ايميل فين؟ على الهاتف بتاعي يعني on my mobile phone. I could ايه an icon for my photos. انا استطعت ان ايه ايقونة للصور بتاعتي. هي المفروض ايه وكاتب ساين بس هي اصمم ايقونة. يبقى يصمم يعني ايه ديزاين. كده كده درس النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. ياريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. جود باي. ولو في اي اسئلة او استفسارات ياريت تكتبوها في الكومنتس تحت. Goodbye.